نبتدي دلوقتي نتكلم بقى على الجزء التاني اللي هو inverse Laplace transform. احنا دلوقتي عملنا او عرفنا ازاي نعمل الفورورد Laplace transform. لو فرضا دلوقتي انا عايز بقى ارجع تاني عشان اجيب السيجنال، انا دلوقتي رحت لللابلاس ترانسفورم عملت كذا اوبريشن على السيجنال وعايز ارجع تاني اجيب التايم دومين سيجنال بتاعتي. فاحنا اتفقنا ان احنا عندنا علاقة 1 to 1 between ال function of time وال function of ايه s، يعني بمعنى ان عندنا السيجنال نفسها وال Laplace transformation بتاعها الاتنين مربوطين مع بعض بعلاقة 1 to 1. 1 to 1 معناها ان انا لو عرفت f of t اقدر اجيب f of s، لو عرفت f of s هجيب f of t هي نفسها. اوكي، ف basically نبتدي نتكلم بقى دلوقتي ازاي نحسب f of t from f of s. Basically inverting the Laplace transform هي عبارة عن ان انا الاقي ال time domain signal that has the given transform with the given region of convergence. اوكي، يعني لازم يكون عندي حاجتين f of s وال ROC بتاعتنا عشان اقدر نلاقي f of t. اوكي، ما ينفعش ان انا اجيب Laplace inverse Laplace transform ب f of s بس لوحديها. اوكي، لازم يبقى معايا region of convergence عشان اقدر اجيب f of t. طيب الكلام ده هنعمله ازاي بقى؟ احنا زي ما اتفقنا ان احنا مش هنستعمل الماثيماتيكال فورمولاز بتاعه الترانسفورميشن، فبيسكلي هنبتدي نشتغل بطريقه مختلفه شويه، وهنبتدي نكونسيدر عشان برضو نبقى محددين نفسينا في الجزء اللي هنتكلم فيه. هنتكلم برضو على الوان سايدد لابلاس ترانسفورم، الانفرس اوف وان سايدد لابلاس ترانسفورم. هي اول حاجه المفروض ان احنا عندنا التيبل بتاع لابلاس ترانسفورم بيرز، لو عندنا الفانكشن بتاعتنا اللي هي f of s موجوده في التيبل خلاص يبقى هنقدر نجيبها من التيبل على طول مباشره. فرضا ما كانش عندنا الفانكشن دي موجوده في التيبل، نعمل ايه؟ اول طريقه هي بتعتمد على حاجه اسمها البارشال فراكشن اكسبانشن. لو انا عندي x of s بتاعتي اللي هي اللابلاس ترانسفورم بتاعي عباره عن n of s على d of s، عباره عن حاجه يعني لها بسط ولها مقام. اوكي، لو انا خدت الفانكشن دي اوكي وحولتها في الاخر ل يعني بيسكلي مجموعه من الفانكشنز كلها فيها اس، يعني فيها يعني لو انا مثلا فرض عندي ان اوف اس دي البولينوميال اوردر بتاعها اعلى من دي اوف اس، ببتدي اعمل يعني اعمل اللونج ديفيجن بتاعي بحيث يبقى عندي الجزء اللي هو يعني مخلي لي ان اوف اس ده اكبر من دي اوف اس في الاوردر، واخلي في الاخر يفضل عندي حاجه زي راشنال فانكشن كده، يبقى عندي البسط بتاعها او النيوميريتور بتاعي يبقى الاوردر بتاعه اقل من المقام. وانس ان انا بقى عندي الكلام ده شكله كده اوكي، بنقدر على طول ان احنا في منتهى البساطه نبتدي الجزء الاولاني دوت اللي احنا جبناه باللونج ديفيجن، نقدر ببساطة نحوله على طول لان احنا عارفين الواحد هو عبارة عن دلتا اوف تي، يبقى معنى كده ده يبقى عبارة عن جي نوت دلتا اوف تي، ودي هتبقى جي 1 دي دلتا اوف تي باي دي تي، هيبقى عشان احنا ضربنا في اس، عارفين لما بنضرب في اس يبقى دي اس في واحد، يبقى معنى كده عبارة عن الديريفيتيف بتاع الفانكشن دي وذ ريسبكت تو تايم وهكذا. ويبقى عندي بقى الجزء بتاع اللابلاس بتاع الراشنال فانكشن دي بقى هو ده اللي احنا ناقص لنا عشان نجيبه. ده عشان نجيبه هنستعمل بقى البارشال فراكشن اكسبانشن عشان نحسبه. فبيسكلي الفكره الاساسيه في ايه بقى؟ ان انا بحول الكلام ده لسميشن اوف اي كي على اس ماينس بي كي. لما انا بيكون عندي يعني الاوردر بتاعي بتاع المقام اكبر من البسط اقدر احولها في الاخر لبارشال فراكشن اكسبانشن بالشكل ده. لو انا عملتها بالشكل ده يبقى انا ممكن ابص هنا في التيبل بتاعي وعندي هنا لما يكون عندي واحد على s plus a يبقى معنى كده انها بتروح للناحية التانية e to the minus a t u of t، يبقى معنى كده هيطلع لي في الاخر لو انا خدت الكلام ده بالشكل ده يبقى بتكلم ان انا هيبقى عندي عبارة عن يعني summation لترمز كلها بالشكل ده معتمد على الايه البولز بتاعتي شكلها عامل ازاي. اوكي، يعني كل واحده من دول بتروح ل a k a to the p k في t في u of t. فمعنى كده لو انا عندي k دي بتساوي 1 2 3 وهكذا هيبقى عندي summation لاكتر من ترم بالايه بالشكل ده، وده على طول من التيبل نقدر نجيبه. اوكي، فنحاول بقى نشوف مثال على كده عشان نتخيل دي من ازاي. هناخد المثال الاولاني اللي احنا عندنا simple real poles. يعني ايه simple real poles؟ لما ببص على الجزء اللي تحت ده اوكي الاقي ان هو نقدر نفصله لعباره عن تو تيرمز بالشكل ده كده، كل واحد فيهم عباره عن يعني بول مختلف عن البول الثاني، والتو بولز دول ريل نمبرز. اوكي، فالكلام ده على طول نقدر بالبارشال فراكشن اكسبانشن نحوله تو تيرمز،
هنسمي ايه واحد كابيتال اللي هي كوفيشن بتاع البارشال فراكشن اكسبانشن في واحد على اس بلس 1 زائد ايه 2 في واحد على اس بلس 2. اوكي، ونبتدي بقى نحسب الاي 1 والاي 2 بطريقه البارشال فراكشن اكسبانشن اللي احنا متعودين عليها، علشان يعني مش هخش في دي قوي لان دي يعني تعتبر اساسيات يعني في الماثيماتكس المفروض انها تكون عندنا في الاخر. حتى لو انا مش عارف اي 1 واي 2 بيساوي كام، لو انا حطيتها اي 1 واي 2 خلاص دي يستل يديني برضو يعني فكره عن الفانكشنال فورم بتاع ايه، بتاع الانفرس لابلاس ترانسفورم، يعني من غير حتى ما احسب الاي 1 والاي 2 خالص. فوانس انا عملتها كده انا عارف اس بلس 1 دي من التيبل اللي انا لسه موريه هيبقى عباره عن اي تو ذا ماينس تي في اوف تي، واس بلس 2 اللي هي 1 على اس بلس 2 هيبقى عباره عن اي ماينس 2 تي، اوكي اي تو ذا ماينس توايس تي اوكي في اوف تي. معلش دي غلط، دي فيها خطا الحته دي. اوكي، فمعنى كده في الاخر هيبقى عندي الترم بتاعي ده لو انا بجيب بقى الاي 1 بتساوي كام والاي 2 بتساوي كام، هيطلع لي عباره عن 2 ترمز بالشكل ده، عباره عن يعني دامبنج اكسبوننشال فانكشنز. اوكي، وكل واحده فيهم بايه ديفرنت دامبنج ايه كوفيشنت. طيب لو احنا بقى بنتكلم على حاله تانية، الحاله التانية دي في عندنا فيها كومبلكس كونجكت بولز. يعني ايه كومبلكس كونجكت بولز؟ يعني انا عندي بيسكلي طبعا الحاجه اللي موجوده تحت البولينوميال اللي موجوده تحت دي لازم هتكون ريل. اوكي، عاده بتكون ريل بمعنى صح يعني. فلو انا جيت فكيتها لقيتها طلعت بالشكل ده كده، يبقى معنى كده انا ممكن دلوقتي اخلي الفانكشن دي عباره عن ان اس بلس الفا ماينس جي اوميجا نوت واس بلس الفا بلس جي اوميجا نوت، لان انا دي ممكن اعتبرها ان هي عباره عن جي اوميجا نوت سكويرد. يعني يبقى عندي هنا نيجاتيف ساين في جي اوميجا نوت كل تربيع، لان جي اوميجا نوت كل تربيع تبقى ماينس اوميجا نوت تربيع، يبقى معنى كده النيجاتيف اللي انا حطيتها هنا هتبقى مع النيجاتيف بتاعت الجي سكوير، يبقى معنى كده في الاخر تطلع بوزيتيف. ففي الاخر لو هي كده بقدر احولها لاكسبانشن بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. اوكي، لو احنا عملناها اكسبانشن بالشكل ده هنا كده، هنبص برضو في التيبل عندنا هنلاقي الجزء اللي تحت ده لو عندنا فانكشنال فورم بالشكل اللي تحت ده، هنلاقي في الاخر ان احنا ممكن نحولها يعني من التيبل على طول تبقى اي تو ذا ماينس الفا تي في كوزاين اوميجا نوت تي بلس ثيتا، والثيتا دي نقدر نحسبها بقى بتساوي كام حسب الفاليو اللي عندي هنا اللي موجوده بتاعت الايه؟ بتاعت الالفا وبتاعت الاوميجا نوت. اوكي؟ دي مش حاله يعني ممكن تبقى موجوده بس مش حاله فيري كومن يعني. ناخد بقى مثال على simple complex conjugate poles. لو انا عندي x of s بتاعتي بتساوي 2s plus 3 على s square plus twice s plus 4، ده احنا ممكن نعمله expansion يطلع s plus 1 كل squared plus 3، وطبعا فوق نفس الحاجة اللي كانت موجودة. اوكي، ده على طول بالpartial fraction expansion. طبعا على فكرة موضوع في MATLAB لو حد فينا برضو حب يعملها، لو حد ناسي ازاي يعمل partial fraction expansion، نقدر نحول ده على طول لتو terms. اوكي، بالشكل ده ترم فيه constant coefficient فوق وترم تاني فيه يعني الاوردر بتاعه 1 يعني فيه s فوق. اوكي، ده على طول لو بصينا للتيبل هنلاقي ان الحاجه اللي فيها constant فوق و s plus a square plus omega نوت square ده بيروح لنا ل e to the minus a t في sin omega نوت t u of t. اوكي، والتاني اللي فيه هنا عباره عن يعني function في s يعني s plus 1 يعني first order function of s بيبقى بالشكل ده بالظبط، اللي هو في الاخر بدل ما يبقى فيه ساين بيبقى فيه كوزاين. اوكي، فيطلع لنا في الاخر من التيبل على طول مباشره ان الترم ده بيروح للترم ده والترم ده الثاني دوت بيروح للترم الثاني دوت، ويبقى في الاخر احنا حصلنا على اللابلاس انفرس لابلاس ترانسفورميشن بتاعنا باستعمال بارشال فراكشن اكسبانشن الاول، وبعد كده كل واحده من الترمز اللي بتطلع في البارشال فراكشن اكسبانشن بنجيبها من التيبل على طول مباشره. نكمل بقى بقيه الحالات الثانيه اللي ممكن يبقى البارشال فراكشن اكسبانشن ياخدها. لو انا عندي فاردن فانكشن اوف اس فوق على عباره عن حاجه تحت كده از فانكشن اوف اس بلس الفا تو ذا باور اي حاجه باور ان جنرال. اوكي، لو احنا عملناها بالشكل ده وهي فاردن سكوير، اوكي احنا ممكن نفك دي تو تيرمز. اوكي، واحده اي على اس بلس الفا سكويرد بلس بي على اس بلس الفا. اوكي، لو احنا عملنا كده يبقى نقدر ان احنا نحصل على اللابلاس انفرس لابلاس ترانسفورميشن بتاعنا من التيبل. لو انا عندي واحد على اس بلس اي تو ذا باور ان
بتروح لها الناحيه الثانيه للترم دوت، عباره عن 1 على n ماينس 1 فاكتوريال في t تو ذا باور n ماينس 1 في e تو ذا ماينس a t. لو n دي بتساوي 2 مثلا، هيبقى عندي 1 على 1 فاكتوريال هي 1 t تو ذا باور 1 اوكي في e تو ذا ماينس a t في يو اوف t. اوكي، فلو احنا خدنا الترمين دول هنلاقي الترم الاولاني ده على طول هيروح لنا للشكل ده، الشكل اللي احنا بنتكلم عليه هنا ده، اللي هيبقى فيه تي اي تو ذا ماينس اي تي. والترم الثاني هيبقى ده ترم عادي خالص بقى، اللي هو الديكي اكسبوننشال، اللي هو العادي خالص احنا شفناه هنا، اللي هو استعملناه في السمبل ريل بولز. اوكي، فمعنى كده ان احنا هيبقى عندنا مجموع الاثنين دول وجايين برضو من التيبل. فهنا برضو نفس الحكايه، عملنا بارشال فراكشن اكسبانشن، ومنها جبنا بعد كده كل واحده من الترمات الموجوده عندنا في البارشال فراكشن اكسبانشن الترانسفورميشن بتاعها، او انفرس لابلاس ترانسفورميشن بتاعها موجوده عندي في الايه، في التيبل. كمثال على كده، لو فرضا عندي مثال 4 على اس في اس بلس 2 سكويرد، اوكي، لما بعملها بارشال فراكشن اكسبانشن هيطلع لي في ترم، يعني في الاس لوحديها وفي ترم تاني اس بلس 2 سكويرد لوحديها. كويس، هنلاقي لو هي في فانكشن عندي فوق فانكشن اوف اس، لو عندي فيرست اوردر فانكشن اوف اس، لان هنا بيبقى عندي سكند اوردر تحت، يبقى ممكن فوق يبقى في فيرست اوردر فانكشن. فانا ممكن اسمبليفاي الجزء اللي فوق ده ان يبقى فيه تو تيرمز، ترم ممكن اخلي فيه اس بلس 2، يعني لازم بشكل من الاشكال اشيل الاس اللي فوق دي، كويس، بحيث يبقى عندي فيه ترم واحد على اس بلس 2 بس، ويبقى فيه ترم تاني واحد على اس بلس 2 سكويرد. اوكي، ويبقى كل واحد فيهم فوق فيه يعني كونستنت كوفيشنت. اوكي، لو احنا عملناها بالشكل ده هنلاقي ان في عندنا الترم الاولاني ده اللي هو ايه على اس ده، هيجيب لنا يو اوف تي، اللي هتبقى هنا واحد في يو اوف تي. الترم اللي هيبقى فيه كونستنت على اس بلس 2 بس كده، هيبقى عندنا اي تو ذا ماينس توايس تي في يو اوف تي. والترم اللي فيه كونستنت على اس بلس 2 سكويرد، هيبقى عندي تي اي تو ذا ماينس توايس تي في كل واحده بقى فيهم مضروبه في الايه، في الكوفيشن بتاع البارشال فراكشن اكسبانشن. انا مش هتكلم ازاي نحسب الكوفيشن بتاع البارشال فراكشن اكسبانشن، ان انا شخصيا في لما اجي ابص على الحل بتاع مساله زي كده في امتحان ولا حاجه، انا مش ببص على الارقام، لان البارشال فراكشن اكسبانشن زي ما بقول لكم احنا ممكن بمنتهى البساطه ان احنا لو حد فينا متلخبط فيها بيحسبها بماتلاب على طول، ويعني دي مش حاجه يعني احنا يعني نركز عليها في الجزء بتاع السيجنال سيستمز. احنا بس الكونسبت الاساسي ازاي نمشي، ان احنا خدنا الفانكشن بتاعتنا عملنا لها partial fraction expansion، خدنا كل term من partial fraction expansion دول جبناه بالشكل اللي هو الفانكشنال فورم الصح بتاعه، مش مشكله بقى الجزء بتاع الايه، حساب الكوفيشن ده بيساوي كام في الجزء ده.